السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير، والفيديو ديالي يلقاكم في صحة جيدة. في هذا الفيديو غنشوفوا هاد لي بيسكوي مصاوبين بالشوفان بلا سكر، كيجيو حلوين واخا هكاك حيت فيهم الكرويسك، فيهم حتى الزبيب. وعرفتوا يا البنات واحد لي بيسكوي بنان وفي نفس الوقت صحيين بزاف بزاف، غنيين بالبروتينات والالياف، والناس اللي عندهم مشكل للقبض بهاد لي بيسكوي يفطروا بهم ولا ياكلوهم في الكوتي، غادي يكونوا حل نهائي لهذا المشكل، يعني عن تجربه. المهم هنايا عندي 4 ديال البنانات هكا بالفرشيطه، حاولت نطحنهم، زدت عليهم 2 ديال البيضات، غادي نخلطهم ومن بعد غادي نزيد العناصر الاخرى. دابا غادي نزيد على البيض والبنان الشوفان، تقريبا درت 60 غرام شوفان غني عن تعريف، شي حاجه اللي صحيه بزاف بزاف بزاف. غادي نزيد ليهم لي فروي سيك، يعني اي حاجه، اما غير قرقاع ولا غير لوز على حسب داكشي اللي متوفر عندكم. درت انا تقريبا 120 وزدت عليه 40 غرام ديال الزبيب، لان ما غاديش ندير السكر فضروري باش ما يجيوش عاوتاني باسلين، ضروري نزيد عليهم شي حاجه اللي كتحليها كطبيعيا. هنايا درت معلقه ونص كبيره ديال بودور الشيا مع زريعة الكتان والزنجلان مخلطين، وهنايا عندي 30 غرام ديال الشوكولات، الشوكولات المر لان كيجي زوين مع البنان، وغادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتها. دابا غادي نبدا نضيف بشويه بشويه، يعني تدريجيا، لافارين ديال الشوفان. اللي ما عندهاش تشد الشوفان وتطحنو حتى كيولي هكا بحال فرينه، وتبداي كضيفيه تدريجيا حتى تتجمع داك تيولي بحال العجينه، هي تكون شويه مرخوفه. انا استعملت تقريبا 80 غرام، يعني على حسب البنان اللي هتستعملوا، واش كبير بزاف، واش متوسط، واش طيب بزاف، تيكون يعني كيحتاج فرينة اكثر. غنبقى هكا حتى غادي نوريكم من بعد النتيجه ديال كيفاش خاص يكون العجين ديال هاد لي بيسكوي. هكا كتجي لاباط، هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتبقى شويه خفيفه. دابا غادي نحط لاباط في اللاطه ديال الفران غير بالمعلقه حتى نكمل العجين ديالي.
دابا غنوضع اللاطا في الفران لمدة تقريبا ديال 8 ما بين 8 و 10 دقائق على 160 درجة. داك الكمية عطاتني دي جوج لاطات تقريبا. صافي من بعد 8 ديال الدقائق هما وجدوا، ما كياخذوش الوقت بزاف حيت فيهم غير يعني غير البيض واللي فخوين، ماشي شي حاجه اللي خاصها الوقت بزاف. كيجيو زوينين في الفطور ولا في الكوتي، وزعما صحيين بزاف بزاف. ونعاود نكرر الناس اللي عندهم مشكل ديال القبض، هذا حل نهائي عن تجربه. كنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو وتفيدوا به الناس اللي عندهم هذا المشكل، ونتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله.